شوي حبيت غير، اجمالا الكفته معروفه دائما كفته بيعملوها بسطانيه مع بندوره مع بطاطا مع فليفله على القصص، انا حبيت اشتغلها بطريقه شوي مغيرينها، ضايفين عليها القرنبيط الابيض وحتكون معمولين بشكل بولز اللحمه وبقلبهم الجبنه الموزاريلا. اوكي هلا موزاريلا فينا نشتغل على نوعين موزاريلا، فيها تكون موزاريلا الفريش بقلبها، بس نحن اشتغلنا على الموزاريلا الدمي كوي اللي هي نص طبخ بمعنى بتعتبر. أوكي. هي اللي بتعطينا الكونسيستنس الاطيب مع اللحمه، هذيك اجمالا بتمشي مع السالد اكثر. سو حنعمل الكفته بقلب الجبنه، الصوص رح يكون من البندوره والفليفله والباذنجان معمولين كلهم صبتي على النار. والصوص مع والجرنيتور تاعيتها، في اشخاص بحبوا ياكلوا معها رز، في منهم بحبوا ياكلوا معها باستا، انا حبيت ادخل معها البطاطا المشويه ناتر ما فيها شيء بس كثير هيلثي. لا عن جد كثير هيلثي، عن جد كثير هيلثي، عن جد انه وحتى مشويه والكفته يعني الكفته اجمالا ما فيها دهن كثير يعني تقريبا بده الواحد يطلبها هيك، لان عاده الكفته معروف انه بتبقى فيها شويه دهن. صح بس بيقدر الواحد يعملها 100% مليار بالمية. نحن عم نشتغل على تكون دهن قليل لحتى كمان كثرة الدهن بقلبها اذا عم نعملها سوتيه ممكن تفرط، اجمالا كثرة الدهن بحطوها للشوي على الفحم. شايف في ناس بيعملوا الكفتة بلا بقدونس، صح بتناسب يعني كمان فينا نعملها بلا بقدونس مش غلط، بس انا حبيت اشتغلها هيك لغير شوي عن السيستم اللي بيشتغلوا فيه بالبيوت انه الكفتة على طول عندهم اياها بقدونس وبصل. بس اذا الكفتة بدها تتحول لكباب، يعني كيف بيقولوا كباب حلبي، بما انه هلا عندنا ودود حلبية بعد شوي ومن شيوخ الطرب سابقا، يعني كيف تتحول تتصير تتحول اجمالا بتكون في لها بهارات معينه بيستعملوها، من بين البهارات اللي بحطوها في شيء اسمه دقه الكعك، هيدي بحطوها بقلبها، واكيد البقدونس والبصل ما بيكون هالقد مبينين فيها، بيكونوا ناعمين بطريقه شكل ناعم اكثر لدرجه انه ما بيكونوا ما مبينين. ايها اطيب عاده يعني الكفته العاديه اللي بنعرفها او الكباب؟ يعني كل وحده طعمتها شيء، بس انا يعني اثنين طيبين صراحه. يعني حسب واحد بيرجع للذوق، اجمالا الكباب الحلبي فيها بهارات اكثر ظاهره وفيها شوي حر اكثر، هيدا هي بس الفرق. نحن اذا رح نشوف المقادير لتحضير كفته محشيه بالجبنه، رح نشوف نحن وياكم مشاهدينا على الشاشه المقادير يلي منعوزها: نص كيلو كفته، 200 جرام جبنه الايموتال، بدنا اثنين بصل مفرومين جوانح، اثنين فليفله ملونه، كوب باذنجان مقطع، نص كوب بندورة، ملعقة صلصة البندورة، واحد بطاطا مشوية، زيت زيتون، بدنا كمان القرنبيط حوالي الكوب، وملح وبهار أبيض. يعني هون شيف بلشنا بالتحضير. صح. البصل هون انت حتحضر الكفته؟ لا هون عم نشتغلهم هولي للي حتى بالوقت اللي بيكون هن عم ينقلوا على النار رح نحضر. أوكي. الكفته انا عم شهل بالبصله حتى ما تصير دخلك. ليه ما بدي اقول لك اذا حطيناها تحت المي بيقولوا انه ما بيدمعوا كثير عيونها، صح؟ هلا في كثير قصص بيحكوا، هلا اجمالا هي من حاسه الشم بتصير الواحد بدمع، بس واحد عم يفرم بصل يفضل انه يتنفس من تمه مش من مناخيره. صحيح انا مره جربت احط عوينات ما مشي الحال. صرت تبكي اكثر يمكن. صرت على اجرب انا وحتى مغمض عيوني كمان ما مشي الحال. كمان قررت ما بقى كمان حتى الامبيونس بيلعب دور، يعني وقت بيكون في هواء باللوكيشن اللي عم تشتغلي فيها هذا كمان بياثر على بتصير تبكي اكثر على الهواء. هلا بكون واحد مثلا بحط مراوح كثير مثلا غير هيك، يعني يمكن حدا يكون مشتاق للحبيب، حدا زعيم من الحبيب بيعمل حجه بالبصله. هلا عادة الواحد بيشتاق بيسمع موسيقى ببلش يشتاق للحبيب، اغاني معينه بتصير تخليه يبكي، البصل بخليه يبكي، فشة خلق يعني كثير محلات فيكم تستعملوها، يعني مش حقيقة. مش غلط. واذا حدا زعى عليك بتقدمي له بصل بوكي بصل. اصلا تخيل البصل الاخضر طلع من فئه الورود، يعني الزهور. اه ايه يعني بالمعلومات يلي لها علاقه بالطبيعه، تخيل واحد يهدي بوكي بصل اخضر. لا بس انا ما بحبسها ابدا، تخيلي قال وصل لك على البيت مبسوطه انه بالبوكي والى اخره بتطلع بوكيه بصل بدل ما تكون اوركيدي بتكون ورد احمر نص ساعه زمان بتطلع توليب. ايه توليب، انه كل هول القصص الحلوه. صح. انه معقوله. ايه بس كمان احنا اليوم ببدايه الحلقه شايف كنا عم نقول اياكي واياكي واياكي، ما بعرف اذا بينطبق هالشيء على الشفيه، اياكي انه تاكلي بصل وثوم مثلا وتروحي تشوفي الحبيب مثلا، هيدي اياكي. ما بعرف راي جاك بالموضوع. هاي جاك. الو هاي ليلو. هاي جاك كيفك؟ هاي
ماشي الحال؟ الحمد لله كتر خيرها الله. كيف شو رأيك؟ معقول تاكل بصل وثوم وتلاقيك ولا أو إياك؟ معقول هو كمان ياكل بصل وثوم كمان ممكن ويلاقيها؟ خلينا نبلش هو لإله. شو؟ أنا بالأول والأخير إذا كنت متقبل شخصيتها ومفاهمين على بعض كثير بقبل منها أي شيء. قال تاكل الثوم والبصل كله. في هارموني يعني. ايه هلا هارموني ساعتها بتجيب لك معها حبة بصل. جاك كيفك شو اخبارك؟ تحية موصولة لك جودي. هاي كيفك؟ تحية موصولة للشيف فؤاد شرف طبيب عزيز غالي علينا يعطيه الف عافية للاكلات الطيبة اللي حضر لنا اياها اليوم. الله يخليك. يعني انا بحب الشوكولا الموز مثل كليلو يعني كثير يعني مشوه على الحلويات والديزيرت وهيك شيء. انا صرت اقول يا ريت يبلش مش يعني باللحمه يبلش بالحلو ما زبط. شوكولا صفوف اليوم هيك شيء جديد غريب عجيب. يا انا حبيت احييكم سريعا بدي اعزي لبنان في رحيل عيد الشباب الفنان والمغني عصام بريلي وأيقونة المسرح اللبناني. الله يرحمه. اللبناني ريموش بارك. القضية ريمون جبارة يعني. الله يرحمه. اثنين كبار واختار على أسبوع واحد. غاليين على قلوبنا أيا كان فرق العمر لكن. العزيز عزيز أصلا شو ما كان عمره المهم أيضا. عايشين رحلوا هن رحلوا يعني بالجسد لكن هن باقيين معنا وبعزي كل لبنان وأسرهم. قصرت كثير في الحلقه تبع البارحه لكن ان شاء الله يعني اكيد ان هم راحوا لمكان افضل واحسن والله يعزي اهاليهم ويصبرهم اكيد الله يصبر اهاليهم يا جاك. حبيت احيي اكيد عيون بيروت كله رنا استاذتنا المتالقه دايما مع عماش. موضوعكم شيق اليوم. تحية موصولة من عادل صورينا رسومته بحييكم ان شاء الله يرجع الفرصة فيكم ان شاء الله ناطرينه اكيد الحمد لله من سفرته فبحييكم وان شاء الله بيحاول الفرصة فيكم اليوم. اوكي نحن بانتظار اتصالك يا عبدولة وشكرا على اتصالك يا جاك. فعلا يعني هالجمعة كانت شوي مأساوية على كل اللبنانيين برحيل عصام بريدي الله يرحمه وبرحيل أكيد الكبير ريمو جبارة. أنا كنت امبارح عم بعزي الشقيق وسام وفعلا بس قلت له انه الله يصبرك والله يعينكم وهيك قال لي هو ملك بالسما هذه الكلمه الوحيده يعني اللي رد علي فيها الله يصبره قال لي انا ويان انه مآمن انه هو ملك بالسما فالله يصبرهم والله يرحمهم اكيد الله يصبرهم. دائما بنقول لكل الشباب والصبايا وكل الاعمار ينتبهوا على الطرقات خصوصي يعني مثل امبارح باليوم بالفعل الارض مثل الصابون مع هالوحل وحوادث السير عديده جدا جدا للاسف. بتعرفي اليوم على هذا الحديث كنت عم بتصل بشركه الانشورنس كرمال شويه لكشات بسيارتي انه يفوتوا لي اياها قالوا لي بليز قبل اسبوعين ثلاثه ما فينا قد ما في حوادث سير قويه عم بتصير. عملوا ستاتستيك انه اكثر شيء بلبنان عم بيصير في وفاه من وراء حوادث السير اكثر من اي شيء ثاني يعني اكثر من المرض من الطيران من صحيح. من اي شيء ثاني حتى قولت امبارح يعني كان في حادث كثير قوي بمنطقه صح. دبي يعني حد لومول ذكرنا عدوله يلي نحن كثير مشتاقين له وكثير مبسوطين هلا عدوله رح يسمعنا صوته بعد طول غياب وبدنا نسميك سندباد الحمد لله على سلامتك عم بضل مسافر عدوله. الله يسلمك والله يسلمك يا حبيبي وانا كمان اشتقنا لضحكتك والله العظيم يعني انت عارفه يا ليلو يعني ليكي وحشه فعلا والله العظيم ونحن مشتاقين لك بالاكثر يا عدوله تسلم يا عدوله وبهالغيبه رحت انا على القاهره وجيت وانت مش عم تحكي معنا ورحت انا شفت النيل مسافر بضلوا عم يبرم بالدول الاجنبيه كلها سوا كيف كانت سفرتك؟ المره دي كنا في اليابان كان عندنا برضه شغل هناك وكده تبع يعني تبع شغلي هنا كده ففي دوره كده يعني عادل بيفرق الاكل باليابان عن الاكل بمصر ولبنان؟ اكيد ما سمع يمكن السؤال اكيد طبعا الو اكيد طبعا نعم ايه بتفضل؟ ايه بفضل؟ لا الاكل العربي الاكل الشرقي
يعني انا الصراحه بحب الفلافل والاكل الشرقي بتاعنا وانا كمان افضل بكثير. تعمل كفتة طيب؟ تعمل شي كفتة بتورونتو؟ سهل تعمل نوع من اللحمة؟ على فكرة يا جماعة تورونتو موجود فيها محلات عربية صح. وخاصة لبنانية صح. وخاصة يعني محلات في شوارع متخصصة بهالموضوع صحيح في شوارع يعني الأكل موجود كله كتير قوي صحيح. ومحلات عربية. تحية طبعا للشيف فؤاد شرف العشاش دلوقتي ووحشني جدا والله العظيم انتوا كمان وحشتوني يعني كلكم يا جماعه والله العظيم بتوحشوني فعلا يعني خلال فتره قصيره او كده بتوحشوني جدا. مش عايز اطول عليكم عشان اكيد معاكم خطوط ثانيه بس حياتي لكم جميعا طبعا وبتوحشوني ده اللي انا اقدر اقول لكم. نحن بتوحشنا اكثر يا عدلي. في سؤال لي قبل ما اقفل. يلا يا ترى الحب اكثر والله نسيت السؤال انا كنت فاكر هيك مغروم نسيت السؤال نسيتك الحبيبه السؤال نسيت السؤال وحط خلص بس ترجع تتصل فينا أكثر ولا لا يعني بيقولوا عليها الكلمه اللي هي الحب اكتر ولا ال اننا نفهم الانسان ولا التفاهم اكتر؟ اي والله سؤال محير. يا ترى يوما في المقام الاول يعني بدك تجاوب بالاول؟ رح اتشكرك ورح بلش بجوابي انا. اوكي شكرا عدولة بسطنا سمعنا صوتك وبما انه طرح السؤال بتخيل التفاهم مهم اكثر لان الحب هيك بشعلته ما بتضل ذات الشيء على وقت طويل فاذا ما كان في التفاهم يلي حتى اثنين بيتفقوا كيف يقووا الحب وينموا الحب ويحافظوا على الحب بيروح ساعتها بالهواء. هلا كونه يمكن الاكسبيرينس والتجربه بالحياه بتعلم الانسان اكثر اول ما بتكون بوحده صبيه وطالعه وبعدها صغيره بعمر بتفكر انه الحب هو اساس كل شيء هو بكفي بالعائله والحب يعني بيقيم فيهم اكثر شيء اذا تخانقوا بيرجع من وراء الحب بيتصالحوا ولكن مع مر السنين والوقت بتصير الصبيه وحتى الرجل بشوف انه لازم يعملوا كومبرومايز او حتى يكون في تفاهم والاتفاق اكثر حتى بيصيروا يشوفوا انه شو بيتفقوا لنقول هوايات صحيح عنقول بقصص معينه واذا تفاهموا ما بيحرموا بعض من الهوايات بالعكس بيرافقوا بعضهم 100% صح هون اشرح منك ديانا يلا ان شاء الله يا رب الحب كبير بتعرفي ما في تجمعيهم سوا بدك تعملي شوي كومبرومي يمكن تكوني محظوظه وتلاقيها انا بهذا الموضوع ابدا مش محظوظه جيب لها البصله بخيلك يا شيف فؤاد انا بكل شيء محظوظه ما عدا بهالاطار بركي هيدا نوع من لا 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 بس يمكن نوع من معك حق يمكن الله عم يبعدهم من دربي لشيء منيح بالحياه في وقت على كل يلا هلا هالايام البنات صارت بتاخذ وقتها بتشتغل بتحقق نفسها من ثم بتفكر بتحقيق العائله من هلا لعمر ال 50 سنه معكم اكيد بتفكر بتضلها تتعلم من الشيف وقال الله يفرجها يا شيف قد ايه عم جرب اتعلم منكم ما في نهار بجرب طبق شيء بالبيت بيمشي حالي جربت اعمل هذيك المره فوفيليه ورحت جبت فوفيليه على اساس قال لي طريه كثير ومنيحه طلعت طلعت اقسى من هيك فيليه يا شيف قلت ما في غير الانسان عن جد يروح عند اللحام هيدي قضيه السوبر ماركت صح. تشتري من عندها فوفيليه اتعلمت انه يوك 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 ما بتصبر